هذه مينو شمي جابر كاين اللي تشاف دافك بيزور شارع كربيل عصبي دار شوا بيزور بو بيزور تاع كان نحن نحسب مسلول كال هل خاكلا مدي بام نعصور بتحنوت لصغير لخيم على كل من سرديم اطرين تشوفين بيوتير كان بيزور مبحنا ميكوميد ارشيد بعلمي تحيل إتها بكور بكنسية زود شو كما ب 1905 هي كنسية شل يشوف كان خدشة كودم هاي تا كنسية لكودم اسمروا عليها نعبر إذا كان كين أز يكنس بفنيم لأوقت إتها أوفي شلها كيلا بيا تربوت نحن مبكرين هايوم براف تربوتيوت إسرائيلي تقول كاشر بي باش نكرا بلوراليزم كزي راف تربوتي إسرائيل إيش تربوت يهودية عربية حارد بيت ودروزت بها تشركسين بايم كل من التربيوت هايوم مبكرين بحد التربيوت لهكير اتوفي شلال مقوم شلال كلا ريما خوري من فصوطة من مهرجان الميلاد إلى مهرجان النبيذ. حدثينا عن الفعاليات الموجودة اليوم. بنقول لكم أول شيء جميعاً أهلاً وسهلاً، فصوطة اليوم بتستضيف كادر من السياح وطبعاً بتأهل وبتستقبل أهل البلد لمنطقة البلد القديمة بالزقاق، إحنا بنعرفها بالزقاق. اليوم تجمعنا نساءً رجالاً من فصوطة حتى نقوم بحركة سياحية اللي تجتذب سياح وزوار إلى فصوطة. بهالنهار انتم زي ما انتم شايفين في عنا فعاليات من فنانين ل نساء نادي النساء اللي حضر المأكولات، وطبعا عندنا حتى كنافي حتى نحلي طعمتنا طعمتنا ونحلي لساننا، ونتأمل حضوركم جميعا. بهمني اقول انه هالنهار عمليا قام فيه المجلس المحلي بدعم من الجمعية حتى نفعل فصوطة تفتح أبوابها تستقبل جمهور ضيوفها الكرام. ماذا يهدف هذا المهرجان؟ ما الهدف منه؟ الهدف بفكر انه نقول انه احنا موجودين، احنا على الخارطة، احنا مش بعاد، رغم انه جغرافيتنا ممكن نشعر انها هي بعيدة، بس احنا عمليا قريبين لإلكم قلبا وقالبا، بنحب نستقبلكم وبنحب انكم تكونوا جزء من برنامجنا وتشعروا كجزء من بلدنا. اهلا وسهلا فيكم جميعا. كلمة للزوار للضيوف للسياح باللغة العبرية إخواننا اليهود. درخ يعين هي أمنام درخ تنا أخ مئود ميو خادت بفصوتا بشبليم ها أمنام تمتسميم أفل ملئي سيبوريم هيستوريم ملئي رجش إشي وبين إينو شي نسمح بمات لرؤتكم ولهاجيا شتجيو إلينا بتمختاشل ראש המועצה ותחת חסותה של המועצה וכמובן בטיפולם של כמובן העמותה לחינוך בחסותה ומעדון לנשרה הנשים לא ססו לרגע לתת את תרומתם ולתרום לעשייה החברתית התיירותית הזו. באמת נשמח לראותכם ולראותכם תגיעו מהמודיעין. תודה.